مشاهدينا نبدأ بجولة مع مراسل الحرة من الخرطوم عبد الباقي العوض، كما ينضم إلينا مراسل راديو سوا سودان من الفاشر. أهلا ومرحبا بكما من الفاشر خالد أبو ورقة. أبدأ معك عبد الباقي العوض من الخرطوم، ما آخر التطورات لديك لا سيما فيما يتعلق بهذه الهدنة الجديدة التي بدأت قبل قرابة الساعتين من الآن؟ محمد، قبل قليل كانت هناك اشتباكات عنيفة ما بين قوات الدعم السريع وما بين الجيش السوداني في المحور الشرقي من العاصمة السودانية خرطوم، وتحديدا في مناطق شرق النيل في أحياء النصر وكذلك في سوبا وفي العلفون، بالإضافة إلى منطقة الكرنوس. هناك كانت قوات تابعة للجيش السوداني يقال إنها جاءت من هامش كوريب في أقصى شرق البلاد، تصدت لها قوات الدعم السريع في هذه المناطق ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين. هناك أنباء عن سقوط ضحايا بين الجانبين، لم يتسنى لنا بطبيعة الحال معرفة تفاصيل هذه المعركة، ولكن الجيش قال في تعميم قبل قليل إنه استطاع أن يدمر أعدادا من سيارات الدعم السريع وهي سيارات محملة بالسلاح، بالإضافة إلى أن هناك أيضا اشتباكات تدور في جنوب العاصمة السودانية خرطوم، بالإضافة إلى شارع الستين القريب من هذا المكان الذي نحن فيه الآن. وبهذه المناسبة الآن تسمعون أصوات لإطلاق النار في الاتجاه الجنوبي للعاصمة، ويبدو أن هناك بعض الاشتباكات ولكن هل هذا يعني خاصة في الارتكازات، يعني أن هذه الاشتباكات تهدد مصير الهدنة بالكامل، أم أن ما زالت الفرصة قائمة لصمودها ربما في الساعات المتبقية؟ محمد، دعني بداية أشير إلى أن هذه الهدنة التي وافق عليها الطرفان هي هدنة لم يحدد بعد أو لم يعلن بعد اشتراطات هذه الهدنة ولا ضوابطها ولا الآليات التي تضبط ربما هذه الهدنة. هناك حديث عن هدنة بشكل عام، ولكن ما هي الآلية في حال تم أي خرق من الجانبين على الجانب الآخر؟ كيف سيتم؟ ما هي الجهة الضامنة لهذه الهدنة؟ كل هذه الأسئلة وهذه المسائل هي محل تساؤلات لدى الشارع السوداني، خاصة وأنه يعني قد فرح جدا لاتفاق الطرفين على مهلة مدتها 24 ساعة، وبالتالي فإن مجرد الاشتباكات ما بين الجانبين حتى هذه الساعة محمد يعني عمليا أن هذه الهدنة لم تطبق بعد أو لم يتم الالتزام بها على أرض الواقع، لجهة أن هناك اشتباكات وهناك عمليات مستمرة حتى هذه الساعة. بالفعل نعم. طيب انتقل لك خالد، وبالتالي فإن هذا يهدد بطبيعه الحال استمرار. نعم عبد الباقي، كيف يبدو الوضع، التطورات لديك في الفاشر شمالي دارفور؟ هل هناك اي يعني تطورات جديده ميدانيه؟ وهل الحال على ما هو عليه في الخرطوم فيما يتعلق بخرق هذه الهدنه وانها لم تدخل عمليا حيز التنفيذ هناك ايضا؟ محمد، يعني على نحو مفاجئ وفي تمام الساعة 6:05 أي قبل وقت الإصفار بدقائق معدودة، هنالك اشتباكات عنيفة الآن تدور حتى هذه اللحظة في مدينة الفاشر، ولكن لو تسمع هذه الأصوات هي أصوات الاشتباكات الآن والتي تصلنا بوضوح في المنطقة التي نتحدث منها. الاشتباكات الجديدة لها عدد من الأوجه المختلفة من السابق، وهذه الاشتباكات الآن تدور في المنطقة الشرقية لمدينة الفاشر وهي تبعد كثيرا من المنطقة الخاصة بقيادة الشرقية، هذه يعني الاشتباكات في منطقة هي أقرب لمواقع الدعم السريع التي هل في أما الساعة 11 صباح هذا اليوم وصلت تعديلات كبيرة جدا للدعم السريع بالطريق الدائري لمدينة الفاشر، وهو طريق يربط مدينة الفاشر بمحلية خرطوم. تمركزت هذه القوات في طول الطريق المؤدي إلى داخل مدينة الفاشر من الناحية الشرقية وانتشرت بشكل كبير جدا. بعد ذلك تمت مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في عدد من المناطق المجاورة لمحور السوق. أفرز هذا الوضع وضع إنساني مأساوي، حيث فر العشرات من المواطنين من منازلهم، يعني قاموا على وجوههم
كبير جدا منهم اتجه الى الناحيه الجنوبيه، حيث يوجد هنالك يعني شيء من الامان باعتبار انه المنطقه من مرمى النيران. ولكن نعم. حتى الان هنالك اصرار العشرات من الاسر خاصه الاطفال والنساء تم يعني اجلاءهم من قبل الاهالي الموجودين والشباب الموجودين في المنطقه الى مناطق بعيده. حتى هذه اللحظه التي اتحدث اليك فيها ما زالت القويه بين الجانبين، ونسمع فيها الان اصوات الاسلحه المختلفه يعني الثقيله والخفيفه، وربما تصلق الان بعض منها عبر الانتقال المباشر. نعم نعم. عبد الباقي، ماذا عن الوضع يعني الانساني والصحي لديك في الخرطوم؟ وهل هناك يعني حركات نزوح كما هو عليه الحال في دارفور، يعني خروجا من الخرطوم بحثا عن اماكن اكثر امانا؟ حتى هذه الساعة محمد، وعلى الرغم من ضراوة الاشتباكات بين الجيش وبين قوات الدعم السريع، وربما الآن نحن في نهاية اليوم الرابع لهذه الاشتباكات، إلا أنه لم نلحظ أي حالة نزوح من المدينة، والتي تعاني أصلا من مشكلة عدم وجود المياه والكهرباء، وكذلك عدم القدرة حتى على مغادرة المنازل لشراء الاحتياجات. عديد من الأسواق الرئيسية في العاصمة السودانية خرطوم مغلقة، وبالتالي فإن وضعية السكان في المنازل وبأطراف المدينة تحديدا هناك مشكلة كبيرة في عدم ربما الحصول على المواد الضرورية، وسمعنا كثير من الاستغاثات التي تطالب بضرورة ربما الضغط على الطرفين لحماية الأطقم الفنية المعنية بإصلاح المشكلات والأعطاب التي طالت المرافق الحيوية، خاصة مرافق المياه والكهرباء وغيرها. وبهذه المناسبة وزارة الداخلية قبل قليل أصدرت قرارا قالت فيه إنها قامت بتشكيل آلية معنية بربما معالجة هذه المشكلات التي حدثت في قطاع الكهرباء والمياه، كما وأن عمل الآلية أيضا ينحصر في حصر الجثامين وربما توصيلها إلى المشارح المختلفة، بالإضافة إلى تقديم كذلك الحماية للأطقم الطبية في المستشفيات، وكذلك توزيع المواد الإنسانية التي يتم الحصول عليها على المحتاجين خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات، بالإضافة إلى معالجة المشاكل الخاصة بالمياه والكهرباء وغيرها، وذلك يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية. ميدانيا هناك أيضا تطورات تتصل بال الجانب الأمني على خاصة على المدنيين. هناك قبل قليل سقطت قذيفة في منطقة الحاج يوسف محمد، أو تحديدا في منطقة الجريف في شرق النيل، أدت إلى مقتل 4 من الأطفال في آن واحد. تم نقل جثامينهم إلى مستشفى البنجديد في الحاج يوسف، بالإضافة إلى أن هناك أيضا قذائف سقطت في مواقع أخرى في مدينة أم درمان، ولكن لم يتسنى لنا الحصول أو معرفة تفاصيل نتائج هذه القذائف. نعم بالتأكيد، سنبقى متابعين معك لآخر التطورات من الخرطوم. مراسلنا عبد الباقي العوض، شكرا لك، وشكر كذلك لك مراسل راديو سوا سودان خالد أبو ورقة من دارفور تحديدا من الفاشر.